همنا كل شيء اللي صار معنا، كل قصف البراميل اللي صار على مدينة حلب تحديدا، ما زال شعبها صامد، وحبينا اليوم بهي الاحتفالية مع أخوتنا باتحاد سوار حلب إنه نعبر عن استمرارنا وصمودنا تحت قصف البراميل وأربع سنين ومستمرين.
أقمنا حفلنا الثوري إحياء لذكرى السنوية لثورتنا المباركة إن شاء الله، ثورة الحرية، ثورة الكرامة والخروج على الظالم. طبعا هذا الحفل كان برعاية اتحاد ثوار حلب وبالتنسيق مع المعهد السوري للثقافة والإبداع. طبعا الحضور كان من جميع الهيئات والمنظمات وأخوتنا المجاهدين على الثغور طبعا.